حتى لو كان بيحكمنا العفريت يعني، عارف، وهو كلام منطقي ومعقول. يعني ينبغي أن نطعم هذه الأفواه يا أستاذ عبد العزيز. والعرب يتكاثرون يا أخي، تقولش إحنا ألمانيا يعني كأنه معدلات النمو يعني. ينبغي أن نركز على مصالحنا، على المصالح المشتركة. يعني إذا دخلت في متاهة الأنظمة الديمقراطية ومن يقول أنه يجب أنه أولا يوجد مجتمع ديمقراطي قبل أن توجد ديمقراطية، ذلك شرطا مسبقا. الحقيقة لا ينبغي أن يكون شرطا مسبقا، وإلا مات الناس جوعا. صحيح، لكن لا أخذ منتجا إيجابيا من نظاما ديكتاتوري الى حد كبير. طبعا الى حد كبير. استاذ عبد العزيز، في المملكه العربيه السعوديه حينما تراقبون ملفات مطروحه في هذا المنتدى، كملف مثلا تمكين المراه، كملف الاداء الاقتصادي للمراه في الدول العربيه، انا اظن ان هذا يعني يسبب للسعوديين قدرا من اعاده النظر في حالات قائمه بعينها، وفي حالات تم فيها تحريك بالفعل. يعني يقال أن المرأة السعودية يعني أصبحت الآن من سيدات الأعمال، وهي تمتلك جزءا كبيرا من الثروات الشخصية في المملكة. إلى أين يقودنا هذا النوع من التفكير بخصوص مجتمع محافظ بطبيعته كالمجتمع السعودي؟ يقودنا إلى ضرورة الإصرار على عملية التنمية بشكل يلائم المجتمع. طبعا هذه مشكلة معروفة فيما يتعلق، ولكن من ناحية ثانية أهمية أن يفتح لها كل المجالات التي لا تتعرف للمرأة السعودية. للمرأة طبعا الآن إذا نظرت مثلا في مجال التعليم، في مجال القطاع الصحي، هناك عدد كبير من سيدات الأعمال. فالأمور يعني إذا أردت أنك تقيم هذا الوضع، تنظر أيضا إلى الوراء مثلا 30-40 سنة، فتلاحظ أن هناك فارق الأمور كبير يعني طبعا. ستتم بشكل تدريجي وهذا جزء فيما أتصور من الخطط الموضوعة ل يعني نمو المملكة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. لأنه أنت عارف، حينما ننمو بسياسة الصدمات تكون التأثيرات غير محسوبة. صحيح. يعني غير مسيطر عليها. صحيح. نعم. صحيح. وأنا ما أخشاه فقط إنه نفقد ما لدينا في سبيل عصافير على الشجرة قد تطير يا أستاذ كركوتي. صحيح. أنا متفق تماما مع هذا، وأعتقد أن أي حراك باتجاه تحويل المجتمع وتكريس الحالة المدنية للمجتمع، أي مجتمع سواء كان في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى، هو نقطة لصالح النمو والتنمية، ونقطة لصالح المستقبل، ونقطة لصالح الأجيال القادمة. ويا حبذا لو أمسكنا ما في يدنا من عصافير النمو، وأمسكنا كمان اصطدنا كمان ما هو على الشجرة. النمو والمدننة. أيوة. ضرورة أن يكون هناك المجتمع مدني إلى أبعد إلى أقصى درجة. نعم. هذا مهم جدا للنمو وللحراك، سواء كان الاقتصادي أو الثقافي أو أي حراك آخر في أي مجتمع كان يعني. وأعتقد في المملكة بدأوا يتجهون بهذا الاتجاه. صحيح. بدرجات متفاوتة، لكن كما قال قبل 10 سنوات لم نكن نرى أو نسمع أي تطور في هذا المجال في المملكة العربية السعودية. صحيح. وأنا أعتقد أننا سنسمع المزيد في المستقبل. طيب قبل أن نعود إلى لبنى فواز، لأن يبدو أن المزاج القمر الصناعي رضي عنا يا أستاذ عبد العزيز، قل لي، في قمة الكويت الاقتصادية قبل أشهر قليلة، القادة العرب اتفقوا على خلق استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الأزمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسيوا. بالضبط. لم يحدث شيئا. لم يحدث شيئا. طب ما تشرح لي ازاي؟ دول قادة يا أخي. أعتقد يعني أنها الأحداث هي اللي تملي على الدول. وبعدين يعني المسألة مربوطة بما الذي سيحدث مثلا في طب ما رأيك لو أعفيتك من هذه الإجابة عن هذا السؤال المحرج. لبنى فواز معنا مرة أخرى. لبنى، أي وزير معك هذه المرة؟
محمد، أنا أردت أن أعوض عن السؤال الضائع، سؤال الاستثمارات في مصر. لذلك جلبت أهل الاختصاص، يعني يسعدني أن ينضم إلي هنا على منصة سي إن بي سي عربية من البحر الميت معالي وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محي الدين. دكتور محمود، كنا نتحدث قبل قليل مع معالي الوزير رشيد وأيضا مع زميل محمد عبد الرحمن في دبي عن مدى تأثر الاستثمارات الخارجية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مدى تأثرها وإحجامها عن القدوم إلى مصر، خاصة في ظل الحديث عن إلغاء أو تأجيل بعض الاستثمارات التي كانت قد تمت بالفعل. شوفي يا سيدتي، احنا كنا متوقعين لهذه السنة الجارية انه يبقى الاستثمارات فيها في حدود ال 15 مليار دولار لو الامور يعني كانت سارية على ما هي عليه، او حدها الادنى 10 مليار دولار، لكن يعني سوف يكون التقدير في حدود ال 7.5 ل 8 مليار دولار، انخفاض كبير عن العام السابق اللي احنا عدينا فيه 13.2 مليار دولار، متنوعة في كافة القطاعات، قطاع البترول، البتروكيماويات، صناعات تحويلية، زراعة وغيرها. الآن بنقوم بخطة للترويج جديدة، ويمكن الكلام لا نقصد به الحالة المصرية ولكن للنفع العام. لا أتصور أن طريقة الترويج للاستثمار من أجل التصدير سوف تكون هي الطريقة التي يمكن للقائم على الاستثمار تبنيها في المستقبل، لأن الأسواق الخارجية حتى مع بعض مؤشرات متواضعة للتعافي النسبي إلا أنها لن تسمح بوجود طاقات جديدة، وهناك بالفعل طاقات معطلة في مجالات المتوجهة للصادرات. الآن التوجه للمجالات الخاصة بالبنية الأساسية لمشروعات لها طلب محلي أو يمكن أن يكون عليها طلب محلي أو عالمي بعد يعني عامين أو ثلاثة. ستعوضون بالاستثمار الداخلي، هل مثلا؟ وأيضا نعوض باستثمارات من الخارج موجهة للقطاعات، البنية الأساسية، المرافق، الطرق، المواني، عدد من المشروعات اللوجستية المساندة لقطاع الزراعة، مشروعات كثيفة العمالة خاصة في المناطق الريفية التي لم تأخذ حظها بعد من الاستثمارات. ربما هذا يؤشر إلى يعني توجه مصر للتنمية المتوازنة ليس فقط في المدن، ولكن معالي الوزير عندما نتحدث عن استثمارات داخلية توجه إلى الداخل المصري، هل نحن نتحدث عن استثمارات حكومية أم أيضا استثمارات من القطاع الخاص؟ لا، الأساس الآن في حركة الاستثمار هي للقطاع الخاص، تقريبا 60% ل 65% من الاستثمارات الجديدة هي استثمارات خاصة مصرية أو عربية أو أجنبية. إذا ما تدخلت الدولة مستثمرة فهي على سبيل استكمال أو تعويض لبعض الفجوات التي حدثت بسبب الأزمة العالمية، ولكن ليس على سبيل أنها تحل محل استثمارات خاصة على الإطلاق. ماذا عن الإجراءات التي تتخذوها أنتم؟ يعني طبعا تحدثت عن تسويق، عن كلام، عن طموحات تصل إلى 15 الحد الأدنى 10 ومن ثم الآن صرنا بـ8، ولكن هل هنالك في ظل الأزمة إجراءات جديدة لتسهيل جذب الاستثمار؟ هناك عدد من المشروعات التي تم تجهيزها، 52 مشروع، واحدة من العقبات اللي بتقف في وجه الاستثمار المصري أو العربي الأجنبي كان ما يرتبط بالتراخيص. الآن في 52 مشروع لمشروعات البنية الأساسية، لمشروعات تطور من أوضاع المساندة للقطاع الإنتاجي، مشروعات أيضا لها بعد اجتماعي كالصرف الصحي وغيرها. هذه المشروعات تم تجهيزها وإعدادها بشكل جيد ولائق في حدود 140 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، يعني تتراوح ما بين 30 ل 35 مليار جنيه في السنة. هذه تعتبر مشروعات إضافية على ما نقوم به من ترويج للقطاعات الأخرى. أخيرا معالي الوزير، السؤال الأخير، يعني هنالك ما يشيد بمتانة القطاع المصري في المصري وكيفية تعطيه وتلقيه هذا الاسترس، يعني تست الذي حدث بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. لماذا كان هنالك متانة في القطاع المصري ولماذا هذه المتانة لم تنسحب على باقي القطاعات المالية؟ شوف يا سيدتي، لو كانت هذه الأزمة حدثت في مصر 3-4 سنوات كنت هتسأليني سؤال آخر وأنا كنت هيبقى عندي إجابات أخرى. لماذا تأثر القطاع المصري؟ بالضبط، لكن في خلال 4 أو 5 سنوات الماضية حدث بالفعل تطبيق برنامج متكامل لإصلاح القطاع المالي المصرفي، قطاع التأمين، قطاع التمويل العقاري، حتى البورصة المصرية والقواعد الحاكمة لها. هذه الترتيبات القانونية والرقابية والإشرافية هي التي وقت المؤسسات المالية المصرية من شرور هذه الأزمة. لم تكن المسألة مجرد مصادفة، ولكن كل من يتابع القطاع المالي المصري يعلم أن هناك برنامج كان يستهدف رفع رؤوس أموال البنوك، وهذا ما تم بالفعل، التعامل مع القروض المتعثرة، وهذا ما تم بالفعل، تطوير الإدارات للبنوك العامة.
العامة وزيادة درجة المنافسة والتطبيق الجيد والمتميز لقواعد الإشراف والرقابة على البنوك، على شركات التأمين، وعلى شركات التمويل العقاري، وعلى البورصات. وبالتالي ما حدث ليس وليد صدفة أو حسن حظ، ولكن برنامج متكامل تم تطبيقه. لو ما كانش هذا البرنامج تم في هذا التوقيت كان زي ما قلت كان هيبقى علينا كلام تاني. يعني هذا الإجراء ينسحب على باقي القطاعات للمرة المقبلة. شكرا لك معالي وزير. إن شاء الله نتمنى وإن كانت ترتيباتها تختلف. شكرا دكتور محمود. شكرا محمود محيدين. شكرا لك محمد. دعني قبل أن أختم هذا اللقاء المباشر معكم من البحر الميت أن أذكر بالجلسات التي استضافها المنتدى الاقتصادي العالمي في اليوم الأول. طبعا هو ينعقد بين 15 و17. اليوم كان هنالك جلسة غاية في الأهمية ناقشت المسؤولية الاجتماعية للشركات. كان هنالك أيضا حديث عن الحوكمة، عن الإسكان. هنالك جلسة مهمة جدا وهنالك أنظار كثيرة تتجه إليها، وهي الإسكان لذوي الدخل المحدود وحجم النمو المتوقع لهذا القطاع. وهنالك جلسة خاصة بعنوان الطريق إلى الدوحة، دوحة، سيتحدث فيها معالي رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. شكرا جزيلا لك لبنى أن كنت معنا طوال هذه التغطية، ونترقب متابعاتك المقبلة قريبا إن شاء الله يوم غد وليلة ما بعد الغد، حتى نقدم معا ساعات كهذه لتغطية حصاد المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت. شكرا جزيلا للبنى فواز. مشاهدينا الكرام، أهم ما قالته لبنى توا أن المنتدى الذي يعقد في أفخم المنتجعات السياحية سواء في سويسرا أو في الأردن أو في مصر يناقش إسكان ذوي الدخل المحدود. واضح أن الناس دي تفكيرها تغير وابتدوا يبصوا للغلابة، وإسكان الغلابة حاجة لطيفة والله. شكرا لكم أن كنتم معنا في هذه التغطية التي طالت على مدى يقارب 3 ساعات. نشكر ضيوفنا الكرام الأستاذ محمد كركوتي وهو رئيس تحرير مجلة الاقتصاد اليوم. نشكر كذلك الأستاذ عبد العزيز البسام الخبير الاقتصادي الخليجي البارز. ولا أنسى أن أشكر الدكتور محمد أبو علي رئيس قسم الاقتصاد والمالية والمحاسبة بالجامعة الأمريكية الذي شرفنا خلال الجزء الأول من هذه التغطية. الشكر الجزيل لكم بدوركم. إلى اللقاء.